لا بأس أن تعطي من وقتك 90 ثانية لتعرف ما هي مشكلة بورما والمسلمين فيها. دولة مستقلة اسمها أراكان، بها 3 ملايين مسلم. بدأ من خلالهم انتشار الإسلام في دولة مجاورة اسمها بورما ذات الأغلبية البوذية. في عام 1784، أي قبل 230 سنة، حقد البوذيون على المسلمين في أراكان، فحاربوها وقتلوا المسلمين فيها وفعلوا بهم الأفاعي، وضموا أراكان لبورما وغيروا اسمها لميانمار. أصبحت جزءا من بورما، وأصبح المسلمون بعد أن كانوا في دولة مستقلة أصبحوا أقلية، عددهم 3 أو 4 ملايين، والأغلبية بوذية وعددهم 50 مليونا. كون المسلمون قرى مستقلة لهم يعيشون فيها ويتاجرون فيها، وفيها جمعيات تكفل دعاتهم ومساجدهم. صار هؤلاء البورميون البوذيون يهاجمون على قرى المسلمين ليخرجوهم من ديارهم. وقبل فترة ليست بالبعيدة وقعت مذبحة مروعة، حيث اعترضت مجموعة من البوذيين الشرسين حافلة تقل 10 من الدعاة من حفظة القرآن الذين كانوا يطوفون على القرى المسلمة، يحفظونهم القرآن ويدعونهم إلى الله تعالى ويزوجونهم ويعلمونهم شؤون دينهم. اعترضت هذه المجموعة البائسة حافلة الدعاة وأخذوا يخرجونهم ويضربونهم ضربا مبرحا، ثم جعلوا يعبثون في أجسادهم بالسكاكين، ثم أخذوا يربطون لسان الواحد منهم وينزعونه من حلقه من غير شفقة أو رحمة، ثم جعلوا يطعنون الدعاة بالسكاكين ويقطعون أيديهم وأرجلهم حتى ماتوا واحدا تلو الآخر. كل ذلك فقط لحقدهم الدفين، لأنهم كانوا يدعون إلى الله ويعلمون الناس الدين والقرآن. ثار المسلمون دفاعا عن دعاتهم وعن أئمة مساجدهم وخطبائهم، فأقبل البوذيون عليهم وبدأوا يحرقون القرية تلو الأخرى، حتى وصل عدد البيوت المحروقة إلى 2600 بيت. مات فيها من مات وفر منها من فر، ونزح من هذه القرية 90,000 عن طريق البحر والبر. ولا يزال الذبح والقتل في المسلمين مستمرا، كلنا يسأل نفسه ماذا يفعل له. واجبك نحوهم الآن شيئان: أولا أن تدعو لهم، ثانيا أن تنشر قضيتهم لكي يعرفها الناس. اللهم اجعل لمن نشر هذا المقطع من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب. إنسانيون بلا حد.